تم هذا اليوم زيارة قضاء الإصلاح والاطلاع على المشاريع المنفذة فيه، حيث تم زيارة مشروع إنشاء مستشفى سعة 20 سرير في قضاء الإصلاح والمنفذ من قبل شركة الفيض وشركة ساحل النوارس. العمل يسير ضمن جدول تقدم العمل، تم إكمال الطبقات الجلمود وطبقة الحصى الخابط، حاليا في طور تسليح الأسس. وجهنا الشركة ودائرة المهندس المقيم بمضاعفة الجهود وفتح مواقع عمل أكثر والالتزام بالمواصفة الفنية المطلوبة. ويعد هذا المشروع مستشفى الإصلاح من ضمن المشاريع السبعة التي أدرجت ضمن خطة صندوق عمارة ذي قار الأمن الطارئ لعام 2022، حيث توزعت بمستشفيات بواقع مستشفيات عدد أربعة، كذلك مركز صحي وتوسعة صالة العمليات في مستشفى بنت الهدى وتجهيز أجهزة لمستشفى القلب. الحمد لله الأعمال تسير ضمن المواصفات الفنية وحسب الجدول الزمني المحدد لها.